مساء الخير عليكم، يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة في بيت السعادة. بيت السعادة زي ما اتكلمنا قبل كده برنامج منكم وليكم، حتى فقرات البرنامج هتكون صوتكم بجد. اتكلمنا قبل كده عن العلاقات، واتكلمنا عن الروح، واتكلمنا عن الحب، واتكلمنا عن فقدان الثقة، واتكلمنا على الإبداع. النهاردة هنتكلم عن أسرار التفكك الأسري. أسرار التفكك الأسري يا جماعة اللي بقى انتشر الفترة الأخيرة بزيادة جدا، واصبح دلوقتي ان الزوج ما بيقعدش مع زوجته، ان في مشاكل كتير جدا بتحصل، ان مفيش روح، ان مفيش حب ما بينهم. التفكك الاسري اسباب انتشار الطلاق بقى حاجه فظيعه جدا. ليه اسباب الطلاق انتشر الفتره اللي فاتت؟ وليه التفكك الاسري بقى عادي جدا ومفيش حب ومفيش روح ما بينهم؟ دلوقتي تلاقي الست او تلاقي البنت وهي مخطوبه تقول لك ايه؟ البنت تقول للراجل انا كلمتي اللي تمشي في الخطوبة، لو في حصل مشكلة ولا حاجة ما بينهم في مكان عام أو في كافيه أو في مطعم، طب حل الموضوع بعد كده نتكلم في البيت. تقول له لأ، اسمع أنت كلامي الأول. ليه الست وصلت لكده؟ ليه البنت والتربية في البيت بقى كده وبالطريقة دي؟ ليه مفيش تسمعي كلام زوجك، تسمعي كلام خطيبك في الصح مش في الغلط؟ في الصح مش في الغلط. وبرضه الراجل عليه دور كبير جدا. في رجالة يعني وحشين جدا، في رجاله طريقه المعامله بتاعتهم سيئه جدا مع الزوجه ومع البنت. تلاقيه طول النهار غايب بره البيت، وبيرجع يتغدى وبعد كده ينزل مع اصحابه على القهوه، وبعد كده يلعب معاهم بلاي ستيشن او يروح ماتش كوره، وسايب البيت من غير رابط ولا اي حاجه، وتلاقي البيت مفكك من جوه. ومن هنا بتبدا انتشار الخلافات. ومش بس كده، تلاقي الابن او البنت في وادي تاني خالص، مش موجودين اصلا، مفيش حاكم في البيت. وتلاقي الراجل شخصيته ضعيفه في البيت هو كمان، والست هي اللي بتحكم وهي اللي بتنهي، وهو المفروض يقول حاضر ونعم. لحد امتى يا جماعه؟ الطلاق بقى بالنسبه لنا سهل جدا، اي مشاكل او اي خلاف انا عايز اتطلق، انا مش هقدر اعيش معاك. ولو واحده موظفه يا اما بتبقى ناجحه في شغلها يا اما ناجحه في بيتها، ما بتبقاش ناجحه في الاثنين. وقليل جدا قليل جدا لما تلاقي زوجة ناجحة في الاتنين. أنا مش بقول للست ما تشتغلش، الست تشتغل، بس البيت له حقوق عليكي، البيت له حقوق عليكي، وزوجك ليه حق عليكي، وأولادك ليه حق عليكي. أنت بتنزلي تشتغلي وبتكافحي معايا مفيش مشكلة، بس ما ترجعيش تعايري زوجك. في نماذج كتير جدا في الجرنان عندنا سجلت معاهم في الحاجات دي، وتلاقي الزوج ما عندوش احتواء وما عندوش ألفة. أنا بغلطكم وأنتوا الاتنين. ليه البيت ما عادش فيه سعادة؟ ليه المشاكل زادت؟ على العموم انا حابب بس اقول كلمه لكل ست وكل راجل، حبوا بعض، حبوا اولادكم. بقول لكل راجل اقعد في بيتك، اقعد اسمع اولادك، اسمع مراتك، احتوي اولادك واحتوي مراتك، احسن مليون مره من الشغل. على العموم هندخل سريعا كده عن النادي الاهلي. طبعا ببارك لكل جمهور نادي الاهلي العظيم، ونادي الاهلي عامل ماتش امبارح قوي جدا قدام الترجي، ماتش في نصف النهائي، خلاص النادي الاهلي في النهائي، في نهائي افريقيا. فريق محترم، اداء جامد جدا، ما كنتش اتوقع ولا اتخيل ان الترجي يكون بالضعف ده. الترجي ما عملش حاجه في الماتش خالص، الاهلي كان مسيطر على المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه. الاهلي عمل ماتش كويس، موسيماني المدرب نادي الاهلي قدم مباراه قويه جدا بكل امانه، هو بيثبت نفسه. وبعض الجمهور نادي الاهلي غضبانين يقول لك موسيماني مش بمستوى نادي الاهلي. يا جماعه والله موسيماني الفكهاني الجميل ده عمل ماتشات كويسه جدا مع النادي الاهلي. مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي ونادي الاهلي العظيم، وبالتوفيق ان شاء الله. هنطلع تقرير نشوف كده. جرينلاند جرين ده مركز طبي جميل جدا، من المراكز الجميله اللي انا بنصح الناس اللي هي تروح المركز ده. هنطلع نشوف تقرير ونستقبل دكتور صلاح الدين حسين، ونتكلم عن زراعه الاسنان اللي في ناس كتير جدا قالت لنا عايزين دكتور تستضيفه في برنامجك، نتكلم عن زراعه الاسنان. هنطلع نشوف التقرير ونستقبل الدكتور صلاح معانا. فاصل ونرجع لبعض تاني. مساء الفل، النهارده من عيادات جرين لاين معايا الدكتوره مريم. مساء الفل على حضرتك. مساء الخير. الله يخليك. ممكن تعرفينا اكتر عن تخصص حضرتك؟ انا دكتوره مريم عماد،
اخصائيه علاج طبيعي بسن النحافه عيادات جرين لاين. في الفيديو ده كنت حابه اقول لكم على ان احنا المفروض نبدا نظام مش هقول دايت، بس احنا المفروض نغير طريقه اكلنا، نقلل من الدهون، نبدا نظام صحي، لانه السمنه ما بقتش حاجه كوزمتيك او تجميليه لكن بقت حاجه صحيه. السمنه دلوقتي بتجيب امراض، بقينا نعاني من ديسكات وغضاريف بسبب السمنه، فلا مهم جدا ان احنا نخلي بالنا من النظام الغذائي بتاعنا فور هيلز مش فور كوزمتيك خالص. يعني صحتنا مهمه جدا. كمان عندنا في عيادات جرين لاين علاج طبيعي، يعني انت لو بتشتكي من اي مشكله ديسكات او اي مشكله بسبب بجانب السمنه، احنا معانا علاج طبيعي تمام. في ناس بقى بتقول ان هل في العلاج الطبيعي طبعا في مع الكورسز اللي حضرتك بتحدديه في طبعا اجهزه بتشتغلوا بيها؟ طبعا في اجهزه علاج طبيعي، في تمارين، في علاج يدوي. حابه اوضح نقطه مهمه جدا، العلاج الطبيعي الصح ما يبقاش اجهزه بس، مش بقلل من اهميه الاجهزه مهمه جدا، ولكن جلسه العلاج الطبيعي الصحيحه لازم تكون ثلاث برانشز: علاج طبيعي، اجهزه، وعلاج يدوي، وتمارين علاجيه، عشان تبقى الجلسه افكتيف مفيده ومهمه جدا. الكورس يكون كامل يعني؟ طبعا كل حاجه بتدي افكت على الحاجه اللي قبلها. طبعا مش اجهزه بس، لا. بقى بتقول ان هل في العلاج الطبيعي طبعا في مع الكورسز اللي حضرتك بتحدديه في طبعا اجهزه بتشتغلوا بيها؟ طبعا في اجهزه علاج طبيعي، في تمارين، في علاج يدوي. برحب بكم مره ثانيه في برنامجكم بيت السعاده. ربنا يسعد ايامكم كلها يا رب. بيت السعادة زي ما قلت قبل ما نطلع فاصل ونشوف التقرير الجميل، تقرير إيمي عبده اللي عدته من عيادة الدكتور كريم ومع أطباء جمال جدا جرين لاين، ما شاء الله بجد مركز محترم جدا. ولكن لما احنا حبينا نجيب دكتور أسنان جبنا من الدكاترة المشاهير جدا في طب الأسنان عامة وبالتحديد في زراعة الأسنان. خلينا نرحب بالضيفنا الجميل النهارده معانا ونتكلم في الحلقه بقى ان شاء الله، دكتور صلاح الدين احمد، اخصائي جراحه الفم والاسنان. بنرحب بيك في برنامجك بيت السعاده، يا ربنا يسعد ايامك كلها. اهلا وسهلا، انا اتشرفت بحضرتك جدا ومبسوط ان انا معاكم النهارده، واتمنى ان شاء الله ان احنا نقدم حاجه للمشاهدين يستفيدوا بيها باذن الله في موضوع زراعه الاسنان. موضوع الموضوعات اللي بتثار كتير جدا في طب الاسنان، ومحتاجين نرد على شويه تساؤلات ان شاء الله باذن الله نحاول نفيدهم فيها النهارده باذن الله. نورتنا وشرفتنا حبيبي، ربنا يخليك. دكتور، في اسئله كتير جدا جات لنا، وبالتحديد لما ناس عرفوا ان حضرتك موجود معانا في البرنامج النهارده وبعد المتابعين بتاع حضرتك، حابين يعرفوا الفرق ما بين الزراعات والتركيبات. اتفضل حضرتك. الحقيقه السؤال ده بنساله كتير، هو دكتور هو انا احط زراعه في المكان دوت اللي انا خلعت فيه ضرسي ولا اعمل تركيبه؟ هو الحقيقه زراعه الاسنان هو جزء لا يتجزا من علم التركيبات، فهو دلوقتي بقى اوبشن او حل بنطرحه للعيانين اللي عايز يركب اسنان بصفه دائمه. احنا ممكن نسال السؤال بطريقه مختلفه شويه، هل احنا نحط التركيبه اللي عايزين نعملها على اسنان مبروده ولا نعملها على زرع افضل؟ بالزبط. هو هنا السؤال. احنا عشان خاطر نستعوض الضرس المفقود، كنا يعني في شغل البريدج او الكوبري اللي بنسميه، لازم نبرد ضرس قبل. يا ريت الاستاذ محمد بعد اذنك، يا ريت الاستاذ محمد نزل لنا بعض الصور اللي الدكتور يشرح عليها. كمل كلام حضرتك. في صوره للبريدج كنت انا حاططها في الاعداد. احنا عشان نعمل كوبري للعيان بنضطر ان احنا نبرد من اسنان ورا المكان الفاضي وبعدين اسنان زي دي يا دكتور. بالظبط، ده الفرق ما بين البريدج وفكره الزرع اصلا. ان احنا التركيبه الثابته بنورد اسنان طبيعيه، والزراعه بنشتغل بس في المكان اللي احنا محتاجين نحط فيه الزرع، ما بنقربش من اي اسنان طبيعيه خالص في هذا الاجراء تماما يعني. طيب يا دكتور، هل الزراعات لها اضرار وهل تتلائم في تلاؤم مع الجسم؟ ممكن الجسم يرفضها، ممكن الجسم يحصل فيه الم، ممكن المريض يقول لك لا ده انا حاسس ان انا مش مرتاح في الحاجات دي. كان في بدايه زراعات الاسنان كان في تخوف من عند المرضى ان الزراعات ديت الجسم ممكن يرفضها، انت بتحط لي جسم غريب دلوقتي في بقي الله اعلم يمسك فيه ما يمسكش، يحصل رفض للجسم. الكلام دوت علميا غير صحيح. احنا بنشتغل في الزراعات عامه، الزراعات بتكون من ماده اسمها التيتانيوم. التيتانيوم دوت بتلتحم في العظم او بيحصل فيها التحام عظمي اللي هو الاوستيو انتجريشن، بيخلي الزرع والعظم حته واحده، ده نتيجه ان الذرات اللي في الزرع بتمسك مع ذرات الكالسيوم اللي في العظم. جميل. فالاثنين بيبقوا حته واحده، فصعب جدا انه يحصل عدم التئام او مشاكل في الزرع. فهو طب الصوره اللي ممكن نشوفها
هي ده دكتور؟ دي احد الزرعات اللي ما حصلش فيها التئام بعد ما اتحطت الزرعات بمده طويله، وده نتيجه مشاكل صحيه كانت موجوده عند العيان، وده اللي احنا عايزين نقوله في الحلقه هنا. هو الزرعات ليها عيوب؟ ليها عيوب. الزرعات بتحتاج عيان مناسب وطبيب مناسب برضه. الحاله اللي فاتت ديت، الحاله اللي فاتت كانت العيان للاسف الهايجين او صحه الفم بالنسبه لها كانت مش قد كده، كانت سموكر وكان السكر، كانت مريضه سكر والسكر بتاعها مش متظبط للاسف. فوصلنا ان وضع الزرعات زي ما احنا شايفين حصل انحصار في اللثه جامد شويه، والزرعات بدات تبان، واضطرينا ان احنا نشيل لها الزرعات القديمه ونحط لها زرعات جديده. دكتور انت حضرتك بتقول كانت مريضه سكر، هل في ممكن مرض معين ترفض اللي انت تزرع له اسنان؟ هو مريض السكر لو هو مظبط سكره، يعني السكر التراكمي بتاعه لو 6.5 6، احنا ما عندناش مشكله ان احنا نعمله زيه زي اي عيان خالص، والنتائج بتاعته بتبقى ممتازه زيه زي اي عيان. جميل. بس احنا محتاجين ان مريض السكر يبقى مظبط سكره دايما، ومخلي باله من الدايت، مخلي باله من اللايف ستايل بتاعه عامه، مش عشان بس الزراعات تمسك، عشان صحته كمان. فهي دايما مشكله السكر عندنا في كده. جميل يا دكتور. متى بقى امتى كده الناس تلجأ لزراعة الأسنان؟ يعني ممكن بشوف سنين ضايعة خالص فامتى نبدأ؟ يعني ايه اللي يخلي الدكتور يقول انت احسن لك تزرع او احسن لك انك تعمل تركيبات؟ ده السؤال. الفكرة كلها انه لو الأسنان يعني ما فيهاش نسبة نجاح في علاج العصب والتركيبات عليها هتبقى صعب، فاحنا بنلجأ لزراعة الأسنان انه خلاص دي مش الأسنان ديت او الدروس دي ما عادتش نافعه ومحتاجين استعادتها بحاجه زيها وبنفس الكفاءه. لكن اذا كانت الأسنان تصلح لعلاج العصب وتصلح ان احنا نعمل عليها تركيبات من غير ما نخلع، يستحسن ان احنا نعمل تركيبات عاديه على الأسنان الطبيعيه طبعا. جميل جدا يا دكتور. المده بين الخلع وبين الزراعه، دلوقتي انا خلعت، في ناس تقول بعد شهرين، وناس تقول بعد 4، وناس تقول بعد 6 شهور. امتى الميعاد المناسب، الميعاد الافضل معاد؟ لا، ودلوقتي كمان بنقول ان انت تقدر تخلع وتزرع في نفس الوقت الحقيقه. بجد؟ ده حقيقي. هو الفكره كلها انه في الاسنان الاماميه مثلا، احنا ربنا بيبقى حاطط الاسنان ديت بتحافظ على مساحه العظم اللي موجود، فاحنا لو خلعنا الاسنان الاماميه ديت بتفقد المساحه ديت، فاحنا بنقول للعيان لو انت هتخلع اسنان اماميه والعظم بتاعك كويس نحط زرعات على طول فيها، ما فيهاش مشكله. لكن في العادي بنخلي الزرعات تلتئم مع العظم الفك السفلي في 3 شهور، والفك العلوي بنحتاج من 4 شهور ل6 شهور بحيث الزرعات تلتئم معها كويس يعني. جميل جدا. دلوقتي يا دكتور انا راجل جيت زرعت عند حضرتك، وبعد الزراعه دلوقتي يعني ايه الحاجات اللي انا اتبعها بقى، الحاجات اللي انا اعملها بعد الزراعه، الحاجات اللي انا اقدر اكلها عادي والحاجات اللي انا ما اقدرش ادخلها فمي، ايه بقى هي تعليمات ما بعد الزراعه؟ تعليمات تعليمات سهله، هي مش صعبه، يعني هي قريبه جدا من تعليمات الخلع. لو عمليه الزراعه يعني تطلبت مننا ان احنا نفتح فتحه صغيره، بنحتاج ان احنا نمشي على تعليمات ما بعد الجراحه العاديه، اللي هو ما تاكلش على المكان دوت، محتاج اكلك يبقى طري وبارد، ما تلعبش لو في غرز او حاجه، ما تلعبش في مكان الجراحه او كده. فالتعليمات بسيطه، ممكن يبقى العيان حاسس بشويه ورم او شويه الم بياخد مسكنات، لكن مش الحاجه الاكستريم اللي ممكن يخلي العيان يقلق من موضوع الزراعه خالص. طب ممكن استاذ محمد مالكي ينزل الصوره اللي نشوف كده صوره الدكتور علينا على عليها؟ طيب الصوره دي يا دكتور، دي حاله احنا كانت خلعت وزرعنا لها في نفس الوقت، وده الهيلينج بتاعها او الشفاء بتاعها بعد 2 اسبوع. الحمد لله عندنا الانسجه التئمت هنا بصوره ممتازه حوالين الزرع، واحنا كمان هنعمل لها حاجه اسمها تحميل فوري على الزرع، يعني مش هنسيبها تستنى ال4 شهور عشان عظمها كان يسمح ان احنا نعمل لها لودنج او تحميل بسرعه. فالحاله ديت كانت بعد 2 اسبوع تقريبا. بعد 2 اسبوع؟ الصوره بعد استاذ محمد. لا، دي صوره للدليل الجراحي اللي احنا بنستخدمه في العمليات بتاعتنا دلوقتي. انا هشرح فكره صغيره كده عن فكره الدليل الجراحي، لان هو فعلا عمل تطور شويه في زراعه الاسنان وخلتنا ان احنا نوصل لدقه في وضع الزرعات عاليه جدا تتجاوز 99%. هو مشكلتنا دايما انه زراعه الاسنان زيها زي اي حاجه في طب الاسنان فيها العامل البشري، يعني الدكتور ده في الاول وفي الاخر بشر بيحط الزرعه بايده. احنا دلوقتي نوعا ما بنخلي الموضوع كمبيوترايزد او ديجيتال شويه، احنا بنبقى اوريدي عاملين مكان الزرعات اللي احنا عايزين نحطها قبل ما نشتغل في بق العين خالص. وبعدين بنجيب زي جهاز او تركيبه زي ديت، وبنخلي الدريلنج بتاعنا او الحفر بتاعنا من خلال الجهاز دوت، بحيث ان ما يبقى فيش زي ما شايفين دلوقتي على الشاشه يا جماعه. بالظبط. صح يا دكتور؟ بالظبط، يعني ده الدريل نازل من خلال التركيبه ديت. احنا بنبقى اوريدي عارفين احنا عايزين ننزل فين، بطول ايه، بعرض ايه، فما بقاش في اي نسبه غلط. فلو الدكتور اقترح على المريض ان احنا نعمل له الزراعه بالدليل الجراحي، ده يبقى ميزه للمريض ان هو يبقى ضامن. هل هو دكتور مكلف مثلا؟ بتزيد التكلفه طبعا. اكيد.
بس بالنسبه للكواليتي اللي بيقدمها بالذات الحالات اللي عايزه تعمل فول ارش اللي هو بق كامل فوق وتحت يستحسن ان احنا نشتغل بالدلك الجراحي بيطلع نتائج ممتازه جدا. جميل جدا يا دكتور. ايه بقى الفرق ما بين الزراعه التقليديه والزراعه الفوريه؟ طبعا الزراعه التقليديه يا جماعه اللي زي احنا كلنا عارفين دلوقتي اما الزراعه التقليديه الزراعه الفوريه اللي هي بتزرع في نفس اليوم. هو المصطلح ده بقى يعني حاجات كتيره بس قوي. هو في فرق في الاول ما بين التحميل الفوري والتحميل العادي. احنا عندنا زراعات تقليديه. هل معانا صور تشرح الكلام ده دكتور؟ معانا صوره للزراعات الفوريه. ده دي التركيبات العاديه اللي كنا بنشتغل عليها. البريدج عادي. تمام اتفضل كمل. الزراعات الفرق ما بين الزراعات الفوريه والزراعات التقليديه احنا الاول في حاجه اسمها التحميل الفوري. ايه دكتور؟ بالظبط اللي على الشمال دي ده الشكل او الديزاين بتاع الزراعات الفوريه اللي بدانا نشتغل بيها في الفتره الاخيره. اللي على اليمين دي الزراعات التقليديه بالزبط. اللي احنا شغالين فيها يعني خلاص يعني في دراسات عليها اتعملت 20 سنه واثبتت نجاحها الحقيقه. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الزراعات الفوريه الحقيقه زي ما ليها مميزات ليها عيوب. هي اول حاجه احنا ما عندناش دراسات اكتر من 5 سنين تقول ان الزراعات دي افضل من الزراعات التقليديه. هو بس ليها انديكيشنز او عيانين معينين يفضل ان احنا نحط فيهم. بمعنى اوقات احنا بنحتاج زراعه عظم كتير جدا. الزراعه الصوره دي يا دكتور دي زراعات فوريه محطوطه في كيس زي ما احنا شايفين. الزراعات طويله ومش بنسند فيها في العظم الفك بس، لا بنوصل لعظم تاني يعني مثلا فوق ممكن نسند في عظمه الوجنه اسمها زراعات وجنيه، تحت ممكن نسند في لحد الدق. الكلام ده كان صعب نشرحه للعيانين زمان بس لما الزراعات دي اثبتت نجاحها بقينا نتكلم عن العيانين في الموضوع دوت. الفكره الفرق ما بين الزراعات التقليديه والزراعات الفوريه احنا بنقول لو العيان احسن له ان هو يحط عنده عظم مناسب وما عندوش اي مشاكل نعمل له الزراعه التقليديه اللي احنا ضامنين ان شاء الله هتعيش معاه. ما عندوش عظم عنده مشاكل ومحتاج زراعه عظم كتير يبقى الزراعه الفوريه. ممكن ان احنا نفضله ان احنا نحط بالذات لو فول قرش بق كامل مفقود ما فيهوش اسنان خالص ممكن بدل ما ندخله في قصه ان احنا نعمل رفع جيب انفي وتطعيم عظم والله اعلم العمليات ديت بتنجح او فيها نسبه فشل برده فساعتها بنلجأ لموضوع الزراعه الفوريه. جميل جدا يا دكتور. ناس كتير جدا واسئله كتير جدا ناس بتخاف اصلا تروح العياده عند حضرتك تقول لك لا انا اسناني بتوجعني بس مش عايز اروح هاخد مسكنات لحد ما اسنانها كلها بتتدمر وبعد كده بيلجأوا لحضرتك ولبعض الدكاتره الاسنان. طيب هل ممكن دلوقتي انا راجل عايز ازرع او اي حد عايز يزرع من جلسه واحده فقط لا غير، ولا لازم مثلا اروح احشي درسي وقت حوالي 7 مرات 6 مرات؟ تمام. هو زي الصوره اللي موجوده على الشاشه دي دي كانت تركيبه على اسنان. للاسف الاسنان دي كانت معمول فيها علاج عصب والتركيبه عملت مشاكل تحتيها وعملت خراج تحتيها اضطرينا احنا نستبدل. بعد ما شلنا التركيبه للاسف ما كانش فيه اسنان باقي خالص تحت التركيبه نقدر نحمل عليها تركيبه ثانيه فاستبدلناها. ودي منظر التركيبه منظر جانبي من التركيبه. فاستبدلناها بثلاث زراعات وتم التحميل عليهم فوري. يعني موضوع الزراعه في جلسه واحده هو الحقيقه هي دايما الزراعه بتتعمل في ربع ساعه تلت ساعه بالكثير فهي بتخلص في جلسه واحده. دي الحاله بعد ما خلصناها في خلال اسبوعين. دي حاله يا جماعه من شغل الدكتور صلاح. تمام. ان شاء الله جميله ربنا يخليك. فالزراعه بتخلص هي الجراحه او كوضع الزراعات ما بياخدش في ايدينا 10 دقائق ربع ساعه بالكثير. جميل جدا. بس هو المريض بس بيستنى فتره الالتئام اللي قلنا عليها 3 شهور أو 4 شهور على حسب الكيس. ممتاز جدا يا دكتور. اجابات نموذجيه. دكتور فوائد ومحاسن زراعه الاسنان، ايه الفوائد بتاعتها؟ زراعه الاسنان اول حاجه بتحافظ على العظم اللي موجود. احنا لو خالعين ضرس للاسف في قاعده كده العضو الذي لا يستخدم بيبتدي يضمر. فاحنا لما بنخلع الضروس المحافظه لنا على العظم العظم بيبتدي يقل في الحجم بتاعه. لو احنا حطينا الزرعه بتاعتنا في العظم دوت العظم ده بيفضل محافظ على كثافته وسمكته وبيفضل موجود. فدي من الحاجات الكويسه لزراعه الاسنان. ده غير كده ان احنا مش بنحتاج زي ما قلنا قبل كده نبرد اي اسنان طبيعيه وبنحط زراعتنا على طول ونحمل عليها وتبقى حاجه ناتشرال طبيعيه جدا زي اي حاجه. ممتاز يا دكتور. ما هي الفئه العمريه المناسبه لزراعه الاسنان؟ هل فيها معينه ممكن حضرتك مثلا طفل ولا حاجه يجي عشان يزرع تقول له لا مش هينفع، او مثلا ممكن طفل حضرتك مثلا 6 سنين ولا حاجه عايز يخلع اسنانه عشان يعني تطلع قبل العمر معين ولا حاجه؟ لا هو الحقيقه احنا لازم نحط الزراعات بعد اكتمال نمو الفك. وهو في الاغلب نمو الفك بيكتمل بعد سن 18 سنه. فاحنا بنفضل لو هنحط زراعات او حاجه يبقى بعد السن دوت. لكن هل لينا ليميت فوق يعني هل حد اقصى عمر؟ لا احنا ممكن نحط زراعات في اي سن طالما الحاله الصحيه وحاله العظم عند المريض تسمح ان احنا نحط له زراعات.
ما هي المادة التي تصنع منها الزراعة ونوع الزراعة المستخدمة فيها؟ كتير بقى بيسألني على المادة اللي أنا أحطها في الـ في الـ في الـ المادة بتاعت الزرع نفسها عبارة عن إيه؟ هي طبعًا لازم تكون مادة إنرت، يعني خاملة لا تتفاعل مع الإنسان ولا الجسم يرفضها ولا أي حاجة. فلا قدر الله لو حد اتكسر أو حاجة بنحط له زي شرايح، الشرايح دي بتبقى معمولة من مادة اسمها التيتانيوم. والشرايح دي بتتساب طول العمر، يعني تلاقيه هو مركب شريحه وعايش بيها ما عندهاش اي مشاكل. احنا نفس الماده اللي هي التيتانيوم دوت هي اللي بنحط اللي بنكون منها الزرعات بتاعتنا، وبتتحط الزرعات وبتعيش مع المرضى 15 سنه و20 سنه ومدى الحياه كمان ما فيهاش مشاكل خالص. تمام. اخيرا التطورات والتقنيات الجديده في زراعه الاسنان يا دكتور. الدليل الجراحي اللي احنا شرحناه من شويه من الحاجات فعلا اللي عملت نقله كبيره جدا في زراعه الاسنان. الايميديت امبلانس، البيزل امبلانس، الزراعات الفوريه اللي احنا بقينا بنحطها في العينين اللي كان بالنسبه لهم صعب جدا ان احنا نزرع لهم بسبب قله العظم اللي موجود عندهم، دي من الحاجات اللي فعلا خلت زراعه الاسنان تتقدم وتتقدم بسرعه ونقدم حلول سريعه للعينين، ان هو يعني كان داخل من غير اسنان يطلع بزرعات ومحملين عليها الاسنان. جميل جدا. انا اتشرفت جدا بحضرتك دكتور، اللقاء جميل جدا وعدى بسرعه يا جماعه، يعني انا ما حسيتش بالوقت جدا. شرفت بيك جدا. ولكن انا عايز نصيحه اخيرا قبل ما اختم للمشاهدين دلوقتي. صحه الفم لازم نعتني بيها، غسيل الاسنان مرتين في اليوم حتى لو هي حاجه صغيره بس فعلا هتفرق معانا كتير جدا. في ناس بتتطلق عشان اسنان لا ده هيقول لي بقى نصلحها. حسن بشكر حضرتك دكتور صلاح الدين احمد المحترم، شرفتنا ونورتنا النهارده، اتشرفت بيك جدا. ان شاء الله في حلقات قادمه ان شاء الله يا جماعه. بشكر كل المشاهدين، واي حد يرغب بالظهور معانا ممكن يتواصل معانا على الارقام اللي موجوده على الشاشه دلوقتي. شكرا لكل فريق العمل، شكرا للدكتور صلاح شرفنا النهارده، شكرا لمحمد المالكي صديقي العمل اعداد الحلقه الجميله دي، وشكرا لناصر الشاهد وناس كتير جدا مش عايز انساها اسمهم، والاستاذ المحترم جمال عبد العظيم القائد بتاعنا، وناس كتير جدا مش عايز انساها اسمهم، والمخرج تامر عبد المجيد واماني، وناس كتير مش عايز انساهم، واحمد كمال ابو عميره وهاجر حسين، كل الناس فريق العمل شكرا جدا لحضراتكم، والدكتور كريم المحترم. انتظرونا كل مره جديد في برنامجكم بيت السعاده. ربنا يسعد ايامكم كلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.